خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور جمال فرويز، استاذ الطب النفسي. اهلا بيك يا دكتور جمال. اهلا وسهلا يا فندم. ازاي الحال؟ كله تمام؟ ربنا حبيبي ربنا يخليك. دكتور جمال، انا حقيقي مخي مدهوش دلوقتي، ما بقتش يعني ما اقدرش اقعد اخد وادي في قصه هو الولد قتلها ليه؟ الاسباب دي قصه تانية، وده اللي كان بتتكلم فيه النيابه، لكن انا بالنسبه لي هو ايه اللي يخلي حد يقرر ان يرتكب فعل غاية في العنف وغاية في الشناعة بهذا الشكل، وانه يبقى مترصد ومستني ورايح يقتل؟ مش بتكلم بس على الواقعة دي، فكرة العنف اللي الناس اصبحت بتبادر ليه، هو ايه اللي بيجرى؟ بص يا فندم، احنا هناخد الموضوع بشق شامل من بره. احنا النهارده بنلاحظ، يعني لو بنقصد ظواهر العنف او حالات العنف، هي حالات قد تكون بس العدد بتاعها بسيط مش كتير، ولكن غريب على المجتمع المصري. يعني النهارده ام بتقتل ولادها، واحد بيقتل عيلته بالكامل، واحد بيقتل اخواته، واحده بتقتل جوزها، واحد قتل مراته. انت بتتكلم في جرائم قد تكون العدد، بتتكلم في 100 مليون نسمه، هذا العدد لا يمثل اي ظاهره. طبعا عشان نقول ظاهره في مجتمع، احنا بنتكلم في 25% من المجتمع، فطبعا ده مش موجود بالمره. ولكن لا، في عدد حالات من الاسف غريبه على المجتمع المصري. زي ما سعادتك ذكرت وانت بتتكلم دلوقتي، بتقول التعليقات دي حتميه نفسيه، فكره بالنسبه كل واحد بينزل. احنا طيور الظلام ما زالت وسطينا يا فندم، ودي نقطه لازم ناخد بالنا منها قوي. ما زالت طيور الظلام تنتشر وسطينا وبتسخن وتؤجج مثل هذه الافعال. ناخد بالنا قوي من النقطه دي، ان هذه التعليقات، هذه طيور الظلام بتدلي بدلوها في مثل هذه الجرائم، في اللبس، في التصرفات، يوريك ان لسه في ناس بهذا الفكر العقيم والمتجمد موجوده وسطينا. طيور الظلام هنا معناها يا فندم تقصد انه عيال زي بتوع جماعه الاخوان ولا جماعات متطرفه؟ زي الدواعش والمتطرفين موجودين وبيدلوا بدلوهم. طيب في أنا كل التصرف، انا اعتقد يا دكتور جمال المساله مش بس كده، لا، المسألة مش انه عيال متطرفة بتكتب الكلام ده على السوشيال ميديا. اللي انا بقصده انه واضح انه في جزء كبير من الشباب اللي في هذا السن، مش بس الشباب حتى، وممكن يكون ناس كبار، عندهم التصورات دي دون الانتماء لاي شكل من اشكال الجماعات المتطرفة. هم تربوا على كده. الله يفتح عليك. ليه؟ احنا النهاردة لو تلاحظ حضرتك، الشخصية المصرية من 7000 سنة هي شخصية نهرية، حب خير سلام. طبعا احنا لما دخلت علينا ثقافات غريبه في السبعينات، حصلت الازدواجيه ما بين ثقافتين في المجتمع المصري. عندما يندمج الثقافتين بتاخد الأسوأ من كلاهما. فانت النهارده عندك ازدواجيه دينيه، الناس اللي بتتكلم دي وبتدهي بدلوها بهذه الثقافه المفروضه المتشدده، شوف تصرفاتهم بعيدا عن السوشيال ميديا تكون ازاي. هم النهارده بيدلوا دلوهم على السوشيال ميديا وبيحاولوا يبانوا في صوره المتدينين وصوره الناس اللي بتخاف ربنا، ودعاء ليله الخميس ودعاء لسوره الكهف و و و، وهم تصرفاتهم ابعد ما يكون عن ذلك. اريني ايه في تصرفاتك، مش تكتب لي ايه على السوشيال ميديا. النهارده يا فندم الناس دي، النهارده لما حصلت هذا المزج بين الثقافتين وطلعنا بالمسخ الثقافي، ولقينا قله الوعي الديني اللي هي موجوده للزوجيه الدينيه مع الوعي الثقافي، الوعي الاجتماعي ابتدى يتاثر، الوعي السلوكي والوعي القيمي ابتدى يتاثر. يبقى اذا احنا علينا النهارده كدوله وكشعب وكمنظمات غير حكوميه، لازم نحط ايدينا في ايدين بعض كلنا من دلوقتي. دي صرخه جوه المجتمع، بنقولكم خدوا بالكم. لازم النهارده نخاطب الشباب بلغتهم وعن طريق المكان اللي هم بيتجمعوا فيه اللي هو السوشيال ميديا، اللي انا مسميه سفير جهنم. السوشيال ميديا دي سفير جهنم، جاي لنا سفير بلا سفاره موجود وسطينا. ان احنا بندور على اللايك وعلى الكومنت بدون البحث عن اي قيم اخلاقيه او دينيه او سلوكيه داخل المجتمع، بنهمل تربيه ولادنا عشان ندور على اللايك والكومنت، بالتالي بتزيد المشاكل وسطينا. واحنا لسه زي اللي عمال يصور في حادث وعمال يشتم وهو بيصور، وواحده عماله تموت قدامه، كل اللي بيدور عليه ان انا اصور عشان اخد اللايك والكومنت. دي الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها. النهارده احنا كشعب مصري لازم ايدينا كلنا في ايدين بعض، ازاي نرفع الثقافه بتاعت المواطن المصري، ازاي نرجع الوعي للمواطن المصري. ما نستسلمش للسوشيال ميديا، ما نستسلمش لطيور الظلام اللي بتحاول كل ان واخر تظهر وسطينا وتحاربنا بصوره او باخرى. النهارده هات حضرتك اي حد بيهاجم اي حد وعايز هو ياخد دفاع، يديها شكل ديني عشان تطلع الناس دي تهاجمك وتتهمك بالالحاديه وتتهمك بالعلمانيه وتتهمك ان انت ضد الدين، لمجرد ان واحد اخطا والناس بتقول له انت اخطات،
يجيبها لك على طول ان انت ضد الدين عشان انت مجرد ان هاجمت وقلت له انت اخطات. ما هو ده لانه مخه ممسوح يا دكتور. انا عايز اشكر حضرتك يا دكتور جمال، كل الشكر ليك دكتور جمال فرويز استاذ الطب النفسي.